خوتي تحت الطلب ديالكم كتقولوا لنا صوروا لنا شنو كيعطي عبد الحق الغلم ديالو. سي عبد الحق. نعم خويا. كيدير بخير؟ الله يحفظك. جيت ولقيتك خدام انت وسي بوخريص، تحيه لبوخريص العنصر الذهبي في القناه ديال حولي. شوف اخوان كلشي انا نخلي لكم القناه. انا الطبيب يمنع عليا الملح. اه نقول لي ما عنديش مشكل، ولكن باش يمنع عليا بوخريص حيد السكر حيد الملح نحيدو، لكن باش يقولوا لي حيد بوخريص مستحيل. اذا علاقه حب وئام بين السي عبد الحق بن الريضة واليد العامله ديالو. تبارك الله الجو زوين، الجو مريح وضحكنا بزاف اليوم. خويا عبد الحق بغينا نعرفوا شنو هما المكونات اللي كتعطي في العلف. الغلم دابا نهار واش ما دايرينش ليها واحد الحاجه رسميه ياك؟ بحال دابا تقريبا لقيت انا دريس بوخريص دار لي خيشه ديال النخاله 40 كيلو، خيشه ديال النخاله، ديال النخاله ديال سميت بابا ديال السوجا، لا ديال نوار الشمس. نوار الشمس يعني 80 كيلو معاها الشمندر. ها هي بشويه الشمندر. وخيشه ديال التبن مطحون. خيشه ديال التبن مطحون. شحال تقريبا ديال النعجه؟ 110 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
ميسور راه له الشكر هاد الشركه حتى هي نتمنى من الله الاخوان يستعملوه راه هذا السي ام في الشركه قلت لي شنو سميتها ميسور خويا يوسف لك الشكر والتقدير صراحه استعملناه مزيان استعملته في 2020 كانت النتيجه مبهره هذاك العام وصلت 140 كيلو 2021 ما استعملتوش استعملته هذا العام غتكون النتيجه معتبره هذا الخل ديالو الخل ديال نفس الشركه انا عزيز عليا شوف انا عزيز عليا ندير بزاف ديال التجارب وكناخذ ديك الحاجه اللي كتصدق ليا هذا هو الخل ديال هذيك الشركه تبارك الله ها انتم اخوتي ها انتم المكونات ديالها ايه هذا خل كنديروا في الماء كتوردوا الغنم ياك يعني الخل فاش غتشربوا الغنم تبقى كل نهار تشد لهم وكتكبوا ليه في الماء وكتشربوا مفيد للغنم اخويا عبد الحق يعني كيساعد في الهضم كيساعد ليه الكرش ديالها باش تكون التسممات ولا شي عرف قديم ولا هاد الخلطه تبارك الله يا القاره وريه عليكم هذه فارينه اخوتي رجنا الفارينه من القاره فكرني فيها من القاره بخريص هذا كنت كامل كان عامر فارينه تبارك باش غتبيعها بجوج دراهم والعلف ديال 4 دراهم اللهم هي تعلف نحب الفارينه وحنا غادي والله الله يرحمنا الله يعطينا الشا امين الله يعطينا الشا فارينه راه كل مره كنزيلهم لنا 300 غرام 400 غرام تبارك الله غرام بالنسبه للنعجه تبارك الله والله يصاوب الجميع اخويا عبد الحق هذه واش كتعلف يوميا ولا كتغب عليها؟ اش هي الغلم علاش تغبوا ما كاينش غبانا غبنا وعينا بغينا ربي يرحم ياك ابو بخريص الحاره حنا حيرنا ياك كندفعوا كتعرف لمن غدفع غاديه وما هو كل حنا نتمناو من الله شوف نتمناو من الله الشتا تصب تقرب عندي بخريص ان شاء الله نتمناو من الله الشتا تصب ولكن الا ما صبتش انا نفترض ما صبتش اييه راه ما نفرطوش الله يرحم لك الوالدين شي لا شي كل وشي نبيع على قبل النعجه سبحان الله خاطر نشرو على الميزان ديالنا ونبيع كلوه باش ما عطاوني تماما ونعيش وتعيش الغنم وتصبر عليها لانها في الدم ها انتم اخوتي الفرق بين كساب مولوع وبين كساب غير باغي يكسب في الدم الكسيبه في الدم الوليدات في البروج وانا راه هنا تبارك الله كنقول لهم قراو ما ينفعكم انا راه ما قريت ولكن الحمد لله في هذا الميدان حنا قرينا فيه الحمد لله وليتي تبارك الله غادي مزيان اخويا عبد الحق والناس يعني كلهم كيشكروك هاي تبارك الله ها انتم شو خلطه هذه التخليطه ديال النهار ديال القطيع ديال النعجه تقريبا الا جينا نحسبوا الثمن التقريبي ديالها شحال تكون ديال الفلوس انا في التخليطه تقريبا خيشه ب 26 2700 وهذيك دايره شي 54 تقريبا حتى هي 2500 وخيشه ديال 8 ب 60 ب 30 درهم 30 درهم و 600 ديال واحد النوع ديال الشمندر يعني تقريبا تقريبا واحد 300 درهم ولا هذه هي اللي في الشهر اللي دايزه النعجه راه تقام على تقريبا 300 حتى 400 البار ديال الفصه زائد بخريس غيدي 25% 25% المحسوبات هذيك تحسب بخريس كيدي 25% هذا هو الخلاص ديالو يعني كدير معاه كونترا نهارش كيجي الغلم عنده هو التاريخ ديالو 20/4 يعني 25% ديال بخريس يعني 25% من الغو ياخذ الربع ياك هو الربع الثمره ديالو التعب ديالو وارتا هو راه ناشط
صدق العامله الحمد لله. الحمد لله. شوف ملي كيكون اليد العامله ناشطه كما كنقول لكم انا السيد حتى الاخر وكيقول لك ابن الرضا ما مهلاش خليتي لا خليتي كيدي انت ملي ما غليتيش راني معلف العام كامل وانا كنتقاتل كنت كتخوت عمري كنت هذوك اللي كندير 3 ايام تهج هذه ثاني هاي قال حاول السرد 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 اري الموس اري الموس تبارك الله تبارك سير سير اخويا ساق بالسردين بحالي بحالي الفحالي العماره ما يثير لا طيب الموس والو يثير الفحالي خاص اجي عندي هذا هذا اللي كندوي لكم على ديال لانوك هذوك هذه سلعه اخرى تبارك الله تبارك الله الجلبانه هذه خلاها واحد السيد سميتو يوسف يوسف بان لي راه شوف بنادم جد عاد الجلبانه تبارك الله الجلبانه البيضاء هذه كتباعها في الهريات هذه تبارك الله خويا الحريره وفي السوق اه كيقول اخويا عبد الحق غليتي عبد الحق خويا اللي واكل الشعب ما واكلش مسلم ويني بليا قفقوق في الراس نقول لك الخيط مني جيتي عندنا محمد الله يحفظك الله يحفظك ها انت خويا انت غفله القمح الصوت كياكلوا الحولي ها انت الله يحفظك شوف سبحان الله يعني ماشي بالضبط دايرين على قبل باش نبيعوه خصو يعجبنا تماما حاولي يعجبني نشوفه انا مرتاح وتا طلبتي الثمن طلبوا انت مرتاح هذه هي خلاصه المقول كاين اللي ركابي داروا ليه الملاير حنا راه خدامين بيدينا وبدماغاتنا وبحوايجنا وبكلشي لينا علاش ما نستحقوش حنا هذا نستحق اخويا جميع الكسابه ماشي انا الجميع الكسابه نشوف حنا ملي كنمشيو راه كنهضروا مع كساب ولكن ما غنمساوش الكسابه الاخرين كلشي ولكن ملي كنمشي انا شخصيا كنمشي عند شي كساب راه كنقول ليه كنهضر معاك انت وكنشكر الكسابه الاخرين باش ما يتقلقوش علينا علاش حيت كل واحد وخيره في داره وكل كساب وعنده ما اللي غيورينا ملي كنمشيو عنده حتى هو كيورينا وكيشكر الكسابه كما مشينا عند الاخ فريد شكر لنا السي بن الرضا شكر لنا جميع الكسابه الله يسر ليه تبارك الله عليه صراحه كنتمناو ليه حتى هو الخير من هالمنبر السلعه كان واحد الحفا واضحه كنا لعبنا فرش رجلنا العاود الحمد لله هنا كيبين لك المحبه اذا اخوتي السلام عليكم بو خريص تبارك الله عليك ابو خريص بخير يعطيك الصحه نازل تارودانت يد العام زيد قرب تقرب حدايا انت مالك تبالي شوف انت راه ديال الفرصه باش الناس يعرفوا كي داير العمل هنا مع السي عبد الحق كي داير اجواء كلشي مزيان ياك بخير الحمد لله كي دايرين الوالدين بخير الحمد لله كيعيطوا لك كتسول فيهم كتهلا فيهم كنهضروا الحمد لله يوميا كاين تليفون كاين كلشي تليفون كلشي واش كتقول على بني مسكين كي جاتك بني مسكين زياده ياك بلاد ولافه اه كيولف فيها الناس دراوش كلشي الله يعمر لهم الدار اذا اخوتي هاد الوليد تبارك الله من تارودانت وجابوا السردي وتا هو راه كيتولع مع السردي وراه شي نهار هو ان شاء الله نلقاوه يعني مستقبل شي كساب كبير يعني في المغرب لان كلشي كيبدا من هنا وانا نتمنى لك اخويا سميك الله خويا سعيد كنتمنى لك التوفيق في المسيره ديالك وكنتمنى انك تاخذ الخبره من هاد البلاصه هذه وتستافد من القدام ونشوفوك حتى ان شاء الله في المشعل ديال السردي تحيه ليك وبو خريص دابا غيبدا يشارجي ليا في الخيشات ويدي ليا البهيم السردي خاد عليا اليوم قال لك الخبار خاصك تهلا فيهم بو خريص بو خريص شو نهار السوق راه خاصك تدوز تاكل عندي الشفج خاصنا نمشيو ناكلوا الشفج ابو خريص الله يحفظك الله يحفظك اودي ابو خريص والديكم دراوش انتم دراوش الله يحفظك رجال البلاد لقينا فارينه مرقينا الدجاج الحمد لله واليوم خدم بدراعك الحمد لله والعصا تكون حلوه الحمد لله عصا لكن ما عندوش عصا واخا تعطيها الكوري وانا طالع لك البهيمه واخا تقلب رجلي اه وانا سرت معاها لعب هذه مقلب من هالشيء اه نهار نهار كتحسن علاش انا كنقول لك في قال درع راه كتفاق مع الجامع وسير للغلب في النيت هذا راه تاع الجامع ديال الغلب ديالك الحمد لله ربي الحمد لله الحمد لله وبغينا نتهضر شويه على هذوك اللي كانوا واقفين مع الغالب شحال ماشي يا الشتاء الغيسه كتلحق ديك السلعه سيد ما كيلحق ليش يبداو من عنده وطالع اللي تابعوا شكون اللي قفضوا شكون اللي هزوا شكون اللي خرقوا شكون اللي شله 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 تماما وشي دعيوه سي بوخريص عطينا الشا والله عطينا الشا والخوت المسلمين كافه اجمعين اللي داز عندو الفيديو قال الله يرحم الوالدين عندنا فيها الربح جميع شي دعيوه تكون الخير لينا وليكم المسلمين ربي اللي تيدعي ودعمني ان شاء الله يا سلام ان شاء الله يا سلام اذا اخوتي ننهي الحوار والى اللقاء.